هذا وحث عدد من الأطباء بمملكة البحرين المواطنين والمقيمين الالتزام خلال شهر رمضان المبارك بالتباعد الاجتماعي، بالإضافة إلى عدم حضور الغبقات والتجمعات العائلية، مؤكدين على أهمية التعاون والتكاتف المجتمعي مع كافة الجهات المعنية في ظل الظروف الحالية التي يشهدها العالم بشكل عام ومملكة البحرين بشكل خاص بسبب تداعيات أزمة كورونا. بهدف القضاء على هذا الفيروس بأسرع وقت ممكن، يتحتم على كل فرد في المجتمع البحريني أنه يتحلى بالمسؤولية التامة وبجدية للقضاء على هذا الفيروس. نبدأ بتجنب التجمعات الكبيرة ونقتصر على العائلة الصغيرة على مائدة الإفطار. في ظل جائحة الكورونا تشكل هذه التجمعات خطر لزيادة أعداد الإصابات، ولذلك ننصح الجميع بالالتزام بالإجراءات الاحترازية مثل لبس الكمام والتباعد الاجتماعي، والأهم تفادي إقامة أو حضور الغبقات أو تجمعات الأهل والأصدقاء. أكد على الجميع أهمية الالتزام بالتدابير الوقائية والاحترازية خلال شهر رمضان المبارك، فمهم جدا اختصار وجبات الإفطار على أفراد الأسرة الواحدة الساكنين في نفس البيت وفي نفس المكان، وعدم إقامة الولائم والغبقات الرمضانية. شعارنا في هذه رمضان بيكون حماية والتزام، بالتزامنا بالإجراءات الاحترازية بلبس الكمام في جميع الأوقات، بالتزامنا بالتباعد الاجتماعي، والتزامنا بعدم إقامة التجمعات الكبيرة واقتصارها في محيط العائلة الصغيرة. نستغل هذه الفرصة للتذكير بأهمية الالتزام بجميع الاحترازات الوقائية التي من شأنها تقليل انتشار مرض كورونا خلال هذه الفترة، وذلك عن طريق تجنب التجمعات العائلية، تجنب إقامة المجالس الرمضانية والغبقات خلال هذا الشهر الكريم.